الرئيس السيسي يصدق على انضمام مصر لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبي. الحكومة تعلن صرف الدفعة الأخيرة لثاني مراحل منحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة الأحد. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي تسريح عاملين بالدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية. وزيرة الصحة تعلن مدى فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى الغد. وزارة التخطيط تعلن أكثر من 2000 مشروع تنموي بمحافظات الصعيد بخطة عام 2020-2021. وزارة الإسكان الانتهاء من الأعمال الخرسانية لأعلى ناطحة سحاب في مصر بارتفاع 170 متراً بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزارة التعاون الدولي توقع تمويلاً تنموياً بقيمة 109 مليون يورو مع بنك التنمية الأفريقي لتوفير خدمات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر. وزارة الداخلية تحرر محاضر 12,000 شخص مخالف لقرارات الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة. هيئة الأرصاد الجوية تعلن غداً ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 22 درجة.